واحد بيقول أنا شاب أرغب بل أشتاق إلى حياة الرهبنة، رجاء ما هي التدريبات التي يجب أن أمارسها وما هي شروط قبولي في السلك الرهباني، وبرجاء تحديد أسماء بعض الكتب التي تعدد هذا الشوق وتجعله في نطاق التنفيذ. أول حاجة، إذا كنت تحب تقرأ كتب، عندك كتاب بستان الرهبان وكتاب يوحنا الأسيوطي ضمن مجموعة الآباء الحاذقين في العبادة، وكتاب القديس بارسنوفيوس وتعاليم الأنبا أشعياء المتوحد للمبتدئين. دي من أحسن الكتب اللي أنت تقرأها، وسير بعض الآباء الذين عاشوا حياة الرهبان، وسير الرهبان انتشر منها مجموعة كبيرة جدا في المطبوعات. حاول أنك أنت تحفظ المزامير وتصلي بالأجبية وتنتظم في هذا الأمر على قدر إمكانك. حاول أنك أنت تتعود حياة الهدوء والبعد عن النرفزة والاحتمال، لأنك لو رحت الدير وحد قال لك كلمة وتزربنت غضبت يعني هيطردوك من الدير، أو على الأقل يأجلوها شوية يقولوا الجدع ده أعصابه تعبان. يمكن حكاية الهدوء في الدير أهم من حكاية المزامير، لأن المزامير ممكن تتعودها جوه الدير إن ما تعودتهاش بره. طبعا تنمو فيها النمو، يعني بره على الأقل تكون بتصلي، لكن جايز ما تقدرش توصل للوضع بتاع الرهبنة. لكن لابد من حياة الوداعة والاتضاع والاحتمال وبشاشة الوجه. يعني ايه بشاشة الوجه؟ يعني واحد يتمسك بالآية اللي تقول بكآبة الوجه يصلح القلب. يروح الدير يلاقوه كئيب كده يقول الجدع ده معقد، ده مريض نفساني، يطلعوه بره. فلازم انت تكون بشوش كده وتكون لطيف، الواحد يشوف وشك يحبك، مش يشوف وشك يلاقيك زي الشاعر اللي بيقول على وجه من الوجوه الكويسة، بيقول متألق القسمات إلا أنه كتب الشقاء عليه بضعة أسطر. تلاقي كده كم سطر في الحتة دي، مع أنه متألق القسمات. فأنت تعود حياة البشاشة، لأن حياة البشاشة تدل على السلام الداخلي. تقول لي طب وقصص القديسين على الدموع؟ الدموع دي جوه حجرتك المغلقة، ابكي زي ما انت عايز، لكن إذا قابلت الناس كن بشوشة. الناس يتعبوا جدا من الوجوه الكئيبة كده، يقابلك يلاقي هم الدنيا كلها على كتافك، يقول ده هذا إنسان لم يتمتع بالسلام القلبي، لأن من ثمار الروح محبة وفرح وإيه وسلام. فتعود حياة البشاشة، وتعود إنك لا تنتقم لذاتك، وإنك أنت ما تتضايقش بسرعة ولا ببطء. دي شوية الحاجات اللي أقولك عليها، ولما تخلصها قول لي أديك تدريب تاني، وجايز على بال ما تخلصها تكون رحت الدير.